تعلمت اللغة والقلم الثمودي وأعادت الحياة للنقوش. فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تحرميني من جناك المعلم. بوابة النفوذ الجنوبية إلى نجد، واحة مياه عذبة ونخيل وكرم، هي جبة التي تحيط بها جبال حفظت على صخورها وثائق ورسائل من التاريخ البعيد. قالت عنها المستشرقة الإنجليزية الليدي آن بلانت إنها ساحرة بكل ما فيها. الليدي وصفت جبة في كتابها رحلة في بلاد نجد. سحرت جبة العالم القديم والحديث، وفي القرن 21 فتاة شمرية تكتب وتقرأ الحروف الثمودية تسحر عيد اليحيى. الشمرية الصغيرة قرأت النصوص والرسوم وقارنتها بحال أبطالها اليوم، ثم وضعت لها عناوين تختصر الحكاية كلها. وفي جبل أم سنمان في واحة جبة، حيث نقوش الإبل الكثيرة والكتابات الثمودية التي تعود لآلاف السنين، نحن أمام أول وأصغر طفلة بالعالم تعلمت اللغة والقلم الثمودي وأعادت الحياة للنقوش. إنها فاطمة بنت ممدوح الشمري. كيف حالك فاطمة؟ الحمد لله. كم عمرك؟ 12 سنة. ما شاء الله. بأي صف تدرسين؟ سادس. طيب حنا الحين قدام لوحة، وش اسم اللوحة هذه؟ لوحة مزاين الإبل. يعني يعني مزاين الإبل يعني جمال الإبل. إيه. ليش أنت سميتيها لوحة مزاين الإبل؟ لماذا؟ ليش؟ علشان إيش؟ عشان الوبر هذا؟ نعم. وهذا؟ نعم. طيب الآن الكتابات هذه الكثيرة، وش هي هذه؟ بأي لغة؟ باللغة الثمودية. سرقت فاطمة من عيد اليحيى نصف المسرح أو حتى كله، ومع الأضواء والجماهير. هذه الفتاة قرأت النصوص الثمودية، تحمل معها عصا صغيرة تستدل بها طريق هؤلاء الرسامين. هذا الجمل لحجاج. هنا كتابة مكتوب حرف اللام حا جاج، بمعنى الجمل لحجاج. هذا الجمل المرسوم بطريقة جميلة واقعية اللي المالك حقه حجاج. طيب وهذه الكتابة وش هي؟ إن الكتابة لام. لا ارفعي ارفعي العصا عشان نشوف. ارفعي ذا. لا لا هنا الشري كذا. ايه. لام حا دا لام لام لحد بن ليل. وش اسمه؟ لحد بن ليل. حد بن ليل.
اسمه حد، هذا الرجل الثمودي اللي رسم ناقته والتي تتميز بالجمال، انظروا إلى الوبر على سنامها الآن بمزاين الجمال في مهرجان الملك عبد العزيز، يقص والشعر ويطول المنطقة ذي. اسمه ايش عيد اسمه؟ حد بالليل. حد بالليل. طيب والكتابة هذه؟ هنا مكتوب ها بكرة ها بكرة ها بكرة، وهنا حط التاء بس ما هي باينة، لمقام ها بكرة لمقام. ها وش حرف ايش باللغة الثمودية؟ ها بكرة، ايش معنى ها بكرة؟ اشرحي لي. البكرة هي الجمل الصغير، الناقة الصغيرة تسمى بكرة. يعني ها باللغة الثمودية وش تعني؟ ها البكرة لمقام، يعني هذه البكرة لمقام. نعم. طيب والكتابة هذه؟ كثيرة الكتابات. هنا كاتب ها ب ها با، هذا الألف ها ها با كا را ها، ها بكرة ل راغب بن شادو، لراغب بن شادو. الله عليك، ايش الروعة. هذه البكرة الجميلة أيضا، إذا كلها بكار هذه صح؟ نعم. وحجاج عنده جمل، عندنا نياق بكار صغيرة السن وحجاج هذا. طيب حجاج هذا في له أسماء أخرى، نقش نقوشه هنا. نعم. كم حوالي نقش؟ حوالي أنا شفت 10. ما شاء الله عليك. يعني الغريب يا فاطمة إن نفس النقش حق الجمل هذا. نعم، كأن ما أخذ الرسم وطابعة. يعني مكرر نفس الرسم، يعني فنان هو، يعرف يرسم. نعم. ما شاء الله عليه. طيب كيف تعلمتي أنت اللغة الثمودية؟ من أبوي. علمك؟ نعم. ما شاء الله عليه. أنا أتعلم منه. طيب أي لغة الآن؟ طيب بتتعلمين اللغة النبطية بعدين واللغة المسندة، تبي تعلمين ولا بس الثمودية؟ كلها بتعلمها على شوي شوي. إيه؟ بس علشان نجب كل النقوش اللي فيها ثمودية، القلم اللي فيها الثمودية العربي القديم. إذا الثمودي القديم اهتم بجمال الإبل ورسم البكار والجمل بأحسن صورة. هذا الوبر اللي أنتم ترونه على ظهر السنام عملوا بطريقة تشذيب، ربما كان عندهم مقص أو عمل سكين. إذن شوفوا الجمال هنا، لم يخفل الجمال، شوفوا. وما زال اللي الآن يسوون المزاين ما يعرفون نجبة فيها هذه المسابقة. إذن أنت وش سميتي اللوحة هذه؟ لوحة مزائن الجمال. الله، رائع. شكرا يا فاطمة، شكرا. شكرا. يلا خل انتبهي لا تطحين، انتبهي لا تطحين، انتبهي انتبهي. بتقولين زميلاتك والمعلمة حقتك انك طلعتي بخطى العرب؟ ايه. مبسوطة ولا انت مبسوطة؟ انا مبسوطة. بس تعبتي اليوم صح؟ ايه. بس هذا هو تيب، بعدين تبي تقرأين كل النقوش تعلمين. قلم عربي قديم قوامه 28 حرفا، حاله كحال الأبجدية العربية المعروفة اليوم. القلم الثمودي اندثر بمرور السنين كالمسند الشمالي أو الجنوبي، هي أحرف ثمودية نطقها عربي، اختلفت الآراء حول أقدميتها. بينما يقول الباحث في القلم الثمودي ممدوح الشمري إن المسند خرج وتطور من الثمودي لأنه أجمل وفيه فواصل ومتكامل شكلا ومضمونا مقارنة بالأخير. والآن أول وأصغر طفلة في العالم تعرف
القلم الثمودي وتكتب بالثمودي والعربي، سوف تكتب من تبي تكتبين الآن؟ أسماء مين؟ أصدقائك؟ الثمودية. اللي وين؟ الذين ينكتبون على الجبة. في جبة؟ نعم. أصدقائك ذولا تعرفين أسماءهم؟ نعم، لأنهم موجودة أسماءهم على الجبال. صح. يلا اكتبي أسماءهم واكتبي قدامهم بالقلم العربي الحالي. هذا من هو؟ هذا مقم. اسمه مقم. تبي تكتب اسم واحد من الثموديين المشهورين اللي تكررت أسماءه بجبل أم سنمان في جبة، اسمه مقم. مقم. أنا ما أعرف ولا إيش اللي كتبتي، هذا مقم. إيه. طيب والثاني، صديقك الثاني وش اسمه؟ زيد. زيد، يلا اكتبي. أيضا ذولا زيد ومقم من ملاك الإبل، ورسموا أسماءهم ورسموا نياقهم وجمالهم على هذا الجبل. هذا زيد. إيه. ما شاء الله حافظتنا. طيب هذا الحرف وش هو؟ حرف الزاء. وهذا؟ ياء. وهذا؟ داء. إذا شوفوا حرف دال زي الحرف باللغة اللاتينية واللغة الإنجليزية دال. طيب منو صديقك الثالث؟ حجاج. حجاج، هذا المشهور صاحب الأسود. يلا اكتبي حجاج. هذا حجاج ابن، حجاج ابن من؟ مهاجر. حجاج ابن غريض، صح؟ صح. حجاج. طيب منو في صديق ثالث؟ رغض. رغض، ايضا رغض هذا له اسماء كثيره وجمال. اكتبي رغض. ما شاء الله ما شاء الله، شيء عظيم. شو تكتب بالقلم الثمودي، وهذا للتاريخ التسجيل. طيب اجل تكتبين كل شيء. طيب كيف تنطق؟ نفس النطق بالعربي وبالثمودي، يعني بالعربي الحالي والثمودي القديم نفس النطق صح او في اختلاف؟ لا، نفس النطق بس الكتابة تختلف، يعني الهجائية مختلفة. نعم. طيب أنت الحين أين أحب لك، أنك تعرفين إنجليزي ولا تعرفين اللغة العربية الثمودية القديمة؟ أعرف اللغة الثمودية القديمة. ما شاء الله عليك. توقع عيد اليحيى لفاطمة الشمري أن تصبح مرشدة سياحية وأستاذة في القلم الثمودي يرافقها في مهمتها أصدقاؤها الذين تستعيدهم من تاريخ جبة وجغرافيتها. بين جبال رملية شاهقة جذورها التاريخية بعمق ارتفاعها غارقة في القدم، لوحات وصور وقصص لا تنتهي، معرض واسع تحت سماء حائل تزيد مساحته على 39 كيلومتر مربع. ومن الرسومات الفنية العجيبة في جبل أم سنمان في جبة، جمل الهودج. ممدوح. نعم، كلام سليم. الهودج وهو أداة الزينة كما تشاهدون عليه للرسام الثمودي والفنان من أشهر الثموديين، اللي كتب رسم هذه الرسمة ثم كتب بجواره اسمه كنوع من التوثيق، فكتب لرغض. ورغض كما تعلم الدكتور عيد أنه والد الثمودي حجاج، وهما كلاهما يشتهران بالرسم والزينة وزينة الجمال بالرسم. الهودج يوضع للنساء فوق ظهور الإبل، وإذا ركبته المرأة سمي ضعينة. ضعينة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تخرج الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. المرأة إذا ركبت هنا داخل هذا الغطاء المصنوع من أول شيء يجيبون خشب الزان، هذا دليل أن الثمودين العرب في الجزيرة العربية عرفوا هذه الرفاهية والترف، لأن هذه السيارة حقتهم، خشب الزان، ثم يجلل بالجلود
وليس هذا فقط، بل يزخرف وشوه عندنا على زي علامة إكس مربوط بالسيور المصنوعة من الجلد لئلا يسقط، فهي يحمي المرأة الضعينة، يحميها من الهواء والشمس والمطر والغبار ويسترها عن العيون، والرجل تجده يقود الجمل. طبعا هذا نوع من المراكب اللي هو الهودج، وإذا ركبته المرأة أو كبار القوم سمي ضعينة، وإذا ركبوا رجل يسمى هودج. إذا المرأة ركبت بدون هذا الغطاء يا ممدوح، تدري شو تسمى؟ يسمى الغبيط. ولذلك يقول امرأ القيس في معلقته يقول: وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، فقلت لها: سيري وأرخي زمامه ولا تحرميني من جناك المعللي. إذا امرأ القيس لما ركب خلف عنيزة بعدما عقر ناقته في القصة المشهورة في دار الجلجلي، هو لم يطل على عنيزة يفتح الهودج يطل عليه، لا، هي كانت راكبة الغبيط، هو للنساء الغبيط بس بدون غطاء. وإذا هو للرجل يسمى رحل، رحل الناقة لأنه أخشن. المرأة يحطون له وسادة يا ممدوح، وسادة محشية بالليف أو القطن تسمى غبيط، أما الرجل يحطون له خشبة وعلى يفرش تسمى رحل، وإذا غطوه بهذه الطريقة وصار زي المرتبة يسمى هودج، وإذا ركبته المرأة وش يسمى؟ ضعينة. يقول الباحث في الآثار يوريس زارينز: إن في جبة نشاطاً بشرياً عظيماً وخيوطاً لآثار إنسان توسع في نمط حياته، عاش حياة رفاهية في زمنه، عرف الكتابة والرسم والغناء والصيد والتجارة، وترك على تلك الخيوط كل ما يثبت أنه كان هنا قبل نحو 9000 عام من يومنا هذا. طيب احنا نشوف زخرفة أخرى على الزمام. زخرفة وش هذا؟ هذه من الزينة، يعني ليست المسألة حبل يربط حتى تقاد فيه الناقة، لا، حتى ينظر وهو فوق الناقة راكب. تخيل نفسك راكب فوق الناقة والحبل معك وأمامك الزينة، نفسيتك مرتاحة وأنت على الحيوان الذي ارتبط معك يعني منذ مئات السنين كبشر وآلاف السنين، فتشاهد الزينة يزخرفونه، وحتى أن هذه الناقة وضع لها قلادة يضعونها أهل البل حتى كنوع. هذه أي نعم، إذا زينة الآن يستخدمونها للبل، يضعون قلادة على الرقبة. ومتحف ساروق الحديد في دبي اكتشفت زي المجاول، زينة توضع على الأقدام، وتعود للعصر البرونزي يعني 4000 سنة. إذا العرب عرفوا، الثمودين من آلاف السنين عرفوا الزينة وزخرفة الإبل. لو لاحظ عن بالتصوير معنا، شوف هذا السنام، حدود السنام هنا، حتى ما يقال ان هذا كله السنام، لا، السنام الى المنطقه هذه والباقي كله هذا هو الهودج وزينته وزخارفه كامله. طيب وش ليش رابطين رجلينه؟ طبعا اذا ربطت او وضعت يوضع فوق القدمين بالامام يسمى الذراع، عكس القيد اللي يوضع في الاسفل، وهنا قيد للخلف، ربما انه ما يريدون انها تمشي بسرعه جدا لانه من الامان والخلف، حتى النساء. الله، شوفوا الفن، يعني هذا حجاج رغض والد حجاج، والد حجاج يعني عنده إبل في جبة وعنده وصياد ماهر وعنده أيضا هودج ربما يؤجره للأعراس الزينة، ليس كذلك؟ أكيد، وربما أنهم يعني يعيشون فرح مناسباتهم زواجهم الأفراح أعيادهم، إذا كان عندهم شيء من القبيل لا بد أدوات الزينة وأدوات الفرح مثل هذه.
طيب نرى الوسم، احنا قلنا مرارا وتكرارا أن النقوش وسوم الإبل في الجزيرة العربية هي أصل لكثير من اللغات، وتستخدم الرموز في الأرقام في اللغات حول العالم الآن، وأيضا الحروف. انظروا حرفين، هذا هو دوزو اللي باللغة اللاتينية القديمة يعني رقم 2، بالفرنسي دو أدو أخوة، هذا ثلاثة. هذا الوسم خطين زي اللي شوفوا بالساعة، الساعة العقربية بالحروف اللاتينية القديمة، رقم 1 2 خطين. طبعا كل هذه قصة أخرى، موضوع الوسوم نبي نتكلم عنها لاحقا. تقول الواجهات الصخرية في جبة أن الثموديين عرفوا الإبل طريدة ورفيقة، رسموها مقاتلة وجميلة ومزينة. هذا الفنان الثمودي رسم للإبل وسوما تحمل هويتها، وألبسها مجوهرات تتزين بها ويتفاخر هو بها. خرج عيد من زمان ومكان رغض وحجاج، فتح أبوابا ونوافذ واسعة للبحث والنقاش. وبعدما وقع الشمري في شباك الثموديين، عاد ليقع هذه المرة في شباك عيد اليحيى. طيب الحين احنا الحين قعدنا معك بجبة، كل الدنيا رسوم ونقوش، ما احنا بخالصين، نبي نروح المواقع اخرى بالسعودية، تبلشتنا هنا. لا بل احنا ودنا تجلسون في المنطقة هذه فترة طويلة جدا، لكن للمناطق الثانية حق، وسنزورها ان شاء الله كامل. طيب تقدر تركض معي، انا خبرك بطل صنديد عشان نروح. طيب عشان نروح للاماكن الثانية. ايه تمسك.